السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث الثالث، باب الجمعة، كتاب الصلاة، تنبيه الأفهام بشارع عمدة الأحكام. الحديث الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي لفظ: فصل ركعتين. ما موضوع الحديث هنا؟ يريد قابحة بيان حكم كلام الخطيب يوم الجمعة وصلاة الركعتين لداخل المسجد حين الخطبة. لا إن خطيب من برليفو خطبه أخدم بقابه أخدم بي مسلين دي خطبتي خطبت لي قابه آكان مسلين لي خطبه دي وما آكان لا أخو برت وكنا نجامع المسجد لد طوالي كف يلاني اللي ينغرك على السليسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحديثة إن لا أخبرت ون نيد قدام قابن اللو إن خطيب قابن ورسل ليسيا اللو ورأشرن ورنبهن كبرد مدن آخر نعبا ورقبس وابدا ورقالي ورقالي إما مصلحة متان إن خطيب قابن ويحقون نيسانك مبرد إن تراه إنسان وروا جبكون اللو إن أكاني تلقى بحقون إن حديثنين. بيان حكم كلام الخطيب يوم الجمعة. إن خطيب إن إمام قابني ورنقن ويوقن حكم ورنقن نيسان كودو وصلاة الركعتين لداخل المسجد من حين الخطبة. ريخ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب لا انتق النبي صلى الله عليه وسلم خطب رقوق يوم الجمعة فقال: ندين كفر سنك سليس رما يقول لا يا سنك وي مليان ركع السليسي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة ولم تكن خطبته تشغله عن مراقبتهم فيما يهمهم من الأمور، فدخل سليكم بن عمرو القطفاني فجلس قبل أن يصلي ركعتين تحية المسجد، إما لأنه لا يعلم عن حكمهما وإما لذنه أن استماع الخطبة أهم، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: هل صلى؟ لأنه يحتمل أن يكون صلى في جهة من المسجد ولم يره، فأخبره الرجل أنه لم يصل، فأمره صلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيصلي ركعتين. وفي رواية أخرى لمسلم أنه أمره أن يتجوز فيهما. يعني شجترو النبي صلى الله عليه وسلم نقطفاني نقروا ن سليك بن عمرو القطفاني توسنك برد انت سنك وانقر كله وريق يمكن قفر يخد سليس اخرى مدن برنجع على جوه التواق اكندك سليس رغم يخلو النبي صلى الله عليه وسلم خطبه استباره وان خطبته شقل له وريق امور المسلمين نسرع قبر جوه اهتمام الرسول مرقوق ما نسبت ندوان انقر كله نيخه سليس ركعتين يمكن حكم سر رقف أكلا وري إن خطبة أهم من ركعتين لدى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سنن قلنا وعلي سخنا شعر حقنا إنه ركعتي تحية المسجد أهم من كل شيء. أي واحد جامع لتوان خطبة وانا نقير توان مسجد لتوان لين ركع سليس رشا ونرنا ركعتين تحية المسجد تتين خنم مانا النبي صلى الله عليه وسلم ربي تدك قابي خديبة سليسان لين ركع سيخنا ما أنا جابيس نقابني وخندي بتحية المسجد نل ينقل كعتنين ركعت واجبات المهمة هر أكد النبي صلى الله عليه وسلم أكد كنا نقوق ريبيت انترنن إمام خطبه أكن دكا لينقل كعسى سليس جني كفي جنين. ما يستفاد من الحديث؟ فوائد الحديث:
جواز تكلم الخطيب يوم الجمعة مع غيره للحاجة أو للمصلحة. مصلحة وانا أريد يأخذ قابا ورقابيرو إني ما من خطبك معنى إلاني مشروعية صلاة ركعتين لداخل المسجد حتى حال خطبة الجمعة ولا خطبة وانا دوكا ني مشروع قن الله يغرك على السليسرو مشروعية تخفيفهما لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة ولا يزيد عليهما ليغرك عتلد كودرا شغلة زيادة كودو خفف صلوم إجازة السليسرو لهم شاو. أهمية تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمر بهما مع انشغال المصلي بهما عن سماع الخطبة يعني مهمة وضرورية أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم خطبتني وزقرته خطبتني والدوية وجهه يدبا نيني الكودة فائدة نحديث لطفنا قون أبو أن أقل من ركعتين لا يكفي تحية المسجد لا ركعة أكلان سيخو أسأقول لهم سجي أسأقول لهم لين ركعة حدو دخول لهم كا أنت التابعي التزمي النبي صلى الله عليه وسلم يسنه كا ما لين ركعة سوسا ليسرو خفاف درو خطبه آكن خطبه آكن أي وقت جامع تورا سنك لين ركعة سوسا ليسرو ربي تدوك آكن يكون ننقوخ نيني الفايدة تقن سيخوري مشروعية الاستفسال عن الأمر قبل إنكاره الاستفسال أو استفسار قد كتب سنبوك معلش مشروعية الاستفساري أو الاستفسالي عن الأمر قبل إنكاره لا أخسي نهب قريرو سلف وانقرض منه وانقرض له كيدوك ما النبي صلى الله عليه وسلم قوي سليسي يقول له وانقرخ له سليس رغمه يقول له لا يسنك قوي ما سليسيها يقول له هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.